ساعد عميد فريق إنيمبا النيجيري نظيره الوداد الرياضي بالفوز عليه خلال المباراة التي سجمع بين كلا الفريقين يوم الأحد المقبل، وذلك لحساب ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة دوري السوبر ليج الأفريقي. وأكد عميد الفريق النيجيري أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة خصومه في الدوري الأفريقي بداية من مواجهة فريق الوداد، مؤكدا أن المهمة لن تكون سهلة ضد النادي الأحمر الذي يعتبر واحد من أقوى الأندية على المستوى القاري، وسيكون فريق الوداد مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي إنيمبا النيجيري، وذلك قبل مواجهة العودة بالمغرب لحسم التأهل للدور النصف النهائي. تنفس المدرب عادل رمزي السعداء بعد تماثل عميده يحيى جبران وهدافه السنغالي بوليسامبو جونيور للشفاء وانخراطهما في التدارب الجماعية استعدادا لمواجهة نادي إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور الربع النهائي لمسابقة دوري السوبر ليج الأفريقي. وباشر يحيى جبران حصصه التدريبية مع فريق الوداد بعد خضوعه لفحوصات طبية بمركز أسبيطار القطري أظهرت عدم تعرضه لإصابة خطيرة، فيما تعافى المهاجم السنغالي بوليسامبو جونيور من أثر الكدمة التي تعرض لها والتي غيبته عن مباراة نادي اتحاد طنجة في البطولة الوطنية الاحترافية. هذا وسيحل فريق الوداد يوم غد الخميس بمدينة أوي النيجيرية في رحلة خاصة مباشرة تحضيرا لمواجهة نادي إنيمبا بدوري السوبر ليج الأفريقي.